البوصلة الحسابية لم تتوقف عند رقم معين حتى الآن فيما يتعلق بأعداد المشاركين في زيارة الأربعين، خاصة وأن شوارع المؤدية إلى كربلاء ما زالت تكتظ بالزائرين. ذروة الزيارة بلغت أشدها اليوم، مما دفع إلى تمديد العمل بالخطة الأمنية لإنجاح هذه الزيارة. في ظل جائحة كورونا خطة الصحة مركزة، وطبعا دار الصحة كربلاء دار فعالة ونشطة، وكل كوادرها الطبية والتمريضية والفنية والإدارية تشارك بعمل كبير. طبعا هناك دعم من وزارة الصحة، وهناك مشاركة من المحافظة، ومشاركة كذلك من وزارة الدفاع عندها مفارز طبية، وكذلك هيئة الحج الشعبي عندها مفارز طبية ومستشفيات طبية، وكذلك قيادة الشرطة. طبعا كل هذه مع العتبات المقدسة، مستشفيات العتبات زين العابدين والسفير. جميع الخطط التي طبقت خلال أيام أربعينية الإمام الحسين عليه السلام ستستمر بحسب مسؤولين حتى خروج الزوار إلى محافظاتهم، بضمنها خطة وزارة الصحة التي قدمت خدماتها للتعفير والتعقيم والإرشاد للوقاية من فيروس كورونا. هذا اليوم هي ذروة الزيارة، كما تعلمون لله الحمد تسير الخطة الأمنية بنجاح لا نظير له كما كان مخطط له. جميع القيادات الأمنية مرتاحة، على رأسها معالي وزير الداخلية الذي أشرف إشرافا مباشرا على هذه الخطة. جميع الزائرون مرتاحون من عملية الدخول هذه المرة لهذه المدينة، حيث لم تقطع السيطرات الخارجية من دخول العجلات. خدمات البلدية تستمر خلال الأيام المقبلة بسبب الكميات الكبيرة للنفايات لنقلها لمواقع الطمر الصحي، فيما تقوم مديريتا الماء والمجاري بحملة صيانة موسعة. مع بدء العد التنازلي لنهاية زيارة الأربعينيات الإمام الحسين، بلغت الأرقام 4000 مهندس نظافة اشترك بالخدمة، كذلك أكثر من 1000 متطوع من منظمات المجتمع المدني، 16000 طن تم رفع النفايات منها، 11 محافظة عراقية أو 12 محافظة عراقية اشتركت بالجهد الساند، ومن ضمنها بهالتميز المحافظات المحررة اللي استتب بها الأمن هي محافظة صلاح الدين وكركوك والأنبار، متواجدة في قواطع المسؤولية. كوادرنا عملت على مدار الـ 24 ساعة، والحمد لله والشكر البلدية، الطاقم الطبي، الصحيات، كل شيء متوفر الحمد لله والشكر. وصلنا الكربلة وخدمنا موكبنا بالعمارة، خدمنا 3 أيام ومشينا نجف كربلاء 3 أيام. الحمد لله الخدمات والزوار على كل شيء موجود متوفر لهم والحمد لله. وصول اليوم 20 من صفر إلى ساعاته الأخيرة لا يعني انتهاء هذه الزيارة، بل هو نهاية لبداية جديدة، حيث أنهى الخدام خدمتهم لزوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام التي دامت أكثر من أسبوعين لتتوجه لأداء مراسم زيارة الأربعين. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.